حسن بعد نص ساعة على القد أنت على الموعد الأسبوعي لجلسة دائرة الاستبعاد حتى تعرفوا بمين مين بالمرحلة الخطر. خايفين متوترين كيف؟ بالنسبة لي أنا يعني متوترة نفسي أكيد، بس راضية كلنا هنا اتعودنا على بعض وكلنا بقينا عائلة واحدة، ففكرة فينا يبقى مش موجود دي حاجة حلوة خالص بالنسبة لي وبالنسبة لنا كلنا. وبدر؟ والله أنا بالنسبة لي الموضوع موتر لي حتى لدرجة إني يعني بالي بينشغل وأنا قاعد أفكر. السايكل ده كان متعب بالنسبة لي وكان في ظروف كثير، بس إن شاء الله خير. الناس اللي تتابعني وتحبني كثير وفيهم الخير، وأكيد حتى لو منطقة الخطر أنا واثق فيها. ان شاء الله كل حاجه هتكون بخير، وانتم ما تتوتروش، اهدوا، لان احنا النهارده حققنا امنيه الجمهور اللي طلبوا مننا نجمعكم في مقابله واحده. عايز اعرف رايكم، تفتكروا ليه الجمهور طلب كده؟ اتوقع الجمهور طلب الطلب ده لانه الناس كلها عارفه انا وزينب قديش قراب من بعض طول الوقت مع بعض، والحركات اللي دايما نعملها والديول طالبينه مننا له فتره، بس يعني الظروف ما هي قادرة تسمح لنا، ولكن إن شاء الله بجي أحسن إن شاء الله. طبعاً اليوم حنسمع منكم ديو، بس أول شيء حابة أقول لك إنه أنت نزلت أغنيتك الخاصة بأواخر ديسمبر بعنوان قهوة، كيف شفت تشجيع الجمهور لك زي ما أنت كنت متوقع؟ لا، كان فوق ما أنا كنت متوقع الصراحة، لأنه أنا ما عمري كان عندي أي تجربة أو خبرة مع الاستديوهات، فلما عملت عمل قهوة هو أول عمل رسمي لي كنت خايف من ردة فعل الناس، سبيشال إنه برنامج وفي تنافس والكلام ده يعني مخليهم مركزين مع أصوات غيري. فنزلته الحمد لله الناس مبسوطة منه، وبشوف كل يوم الستوريز عليه والحمد لله. حتى لو كان الرقم هو أعلى رقم بين المنافسين، إلا إنه بالنسبة لي يعتبر أحلى رقم في العالم. الحمد لله. الأستاذ حمدي بدر هو مدير أعمالكم تيناتكم، ومن كم يوم نصحك حسن أنه لازم تسوي أغنيتك بشكل أفضل، كيف تقبلت هيدا النصيحة وهل شفت أنك فعلاً بحاجة لتسويق أقوى للأغنية؟ الأغنية أول ما نزلت صارت لي ظروف، وقتها مرضت وبعدها اضطرت للإصابة، بس ما لحقت أن أسويق لها بالطريقة الصحيحة الصراحة، بس الفانز كانوا عاملين عليهم زيادة الله يعطيهم العافية، بس أكيد يكون في طرق جديدة وحاجات أكثر تخلي الناس تتحمس على الأغنية عشان توصل لعد ما، لأن أنا متأكد إنه الشخص مجرد ما يسمعها مرة واحدة هيسمعها تاني. بالضبط بالضبط. طيب زينب، وصلت لفين في تحضير أغنيتك الجديدة؟ وهل ممكن تقول لنا معلومة كده سرية وحصرية اللايف ستايل؟ والله لحد دلوقتي إحنا بندور على الحاجة الأحسن بالنسبة ليا، أستصحى أي حاجة وأندسي بكافة الفرص كما أحسن حاجة بكافة الفكرس كمان. كله بيحاول أن هو يلاقي الأنسب والأحسن والحاجة اللي نقدمها بشكل كويس للناس. عشان كده مش عايزين نقدمها خالص، لا بالعكس، وهدين وقتنا عشان لما نقدم حاجة تبقى هي فعلا حاجة دي مناسبة وفي وقتها. فلحبت لسه بنشوف إيه الحاجة. زينب، هو النيتورك اتقطع، بس انا محتاج اعرف انتوا اخترتوا الاغنيه ولا لسه؟ فاول لما لا لسه لسه ها؟ بس انا مش عارف حاجه معينه لسه. يعني مفيش اغنيه منهم عاجبك منها كده سطر فتقوليه لنا بغنى؟ ما اقدرش.